السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، آمين يا رب. وتحية لكم من القلب الخالص لمتتبعين قناتي المتواضعة. الموضوع اليوم مهم جدا، بدون لغة الخشب وبدون تملق أو بدون تكبر. اليوم سنعيش حلقة أخرى من نوع آخر. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، أتمنى منكم مشاهدة الفيديو للآخر. أنا كنستحمر الشعب المغربي، علاش؟ حيت نتوما ما أكبر حمير شفتهم عينيا، حيت كتدعموا الحمير وكنساندوا الحمير وكتعاونوا الحمير. أما أنا اللي أنا وأختي جوج بنات ما عندنا لا حمير لا رحيم، غادي نخرجوا الزنقة، ما كاينش اللي كيشوف فينا وما كاينش اللي غادي يعاوننا وما كاينش اللي غادي يساندنا. ونهار ديك الكلبه ديالنا تحسي قالت لكم انا كنستحمركم، كلشي ناض وكلشي جمعيات مشاو عندها. هذاك الشيء علاش انا غادي كنقول ندير لكم انا كنستحمركم وانتم حمير. وما عمرني شي شعب حمار تشتكم انتم، انتم هما اكبر شعب مكلخين في عقولكم، عقلكم فيه خريه، ما عندكمش حس الضمير انكم تعاونوا جوج بنات غادي يخرجوا الزنقه، جوج بنات غادي يجر عليهم مول الكرا. انا هاد الفيديو نديرو ما تيهمنيش اش غادي يوقع من وراه، حيت صافي تشرت نعست في الزنقه، تكرفست، الدنيا حقراتني، الدنيا ظلمات، حتى واحد ما عقل عليا، حتى واحد ما رحمني. هذاك الشيء اللي بيوقع من وراه هاد الفيديو وقع، ما تيهمنيش اشنو غادي يوقع. قولوا ما تقولوش، هذاك شغلكم. انا كنستحمر الشعب المغربي حيت نتوما حمير، حيت نتوما ما عاونتونيش وحيت نتوما ما دعمتونيش. انا واختي جوج بنات صغار غادي يخرجوا الزنقه، كدعموني حتى الجبال لقيتها من الزنقه، نجيبها بنت الحرام من الزنقه. وهاد الهضره انا تنتحمل العواقب ديالها، بغيتي تخرج تدعي دعي، اللي بغيتي ديري ديري، نطلع قناتك انت. وانا اش تنقولوا ماشي عندي معاها مشكل اولا شي حاجه، ولكن انا شت اجدادي هي قالت لكم انا حمير وطلعتوها. هذاك الشيء علاش نتوما الشعب المغربي اكبر حمير في العالم، وكنتحمل هذا الشيء تنقول. والله يعاونكم، اللي يمشي يدعي يدعي على الحبس قدامه.